انتوا اللي جايبينها انا اقصد يعني. اي من الدراسات بتاعتكم دي ليه؟ لان الدراسه بتقول ان اللي متجوزين اسعد من السناجل. يعني لو انت شفت تنكر؟ حد لا انا معاك. انا بقول اهو كلام الدراسه وبقول تنكر يا نوره. بقول كلام الدراسه يا نوره. لا قول، انا عايزك تقول رايك. لا رايي مش مهم للجمهور. الجمهور لازم يعني يشوف راي الدراسه. هو مش مهم للجمهور بس مهم لسالي. هقول رايك. طبعا طبعا طبعا. المهم ان الدراسه بتقول ان اللي متجوزين اسعد من السناجل، لان المتجوز ده بيلاقي في حياته بقت مريحه، بيبقى عايز يطور في حياته عن طريق الحياه الزوجيه، وان هو بقى دلوقتي مستقر وفي امان وفي حاله حب، فبيبقى طول الوقت خايف على العلاقه دي، فبيبدا ان هو يحافظ عليها ويبقى عايزها تمتد لوقت اطول واطول. دي الدراسه اللي بتقول. تعرف الدراسه كمان بتقول ايه؟ بتقول انه حتى الناس اللي رجاله بالتحديد اللي ما كانوش متحمسين للجواز، يعني لو مش في دماغي مش عايزه اتجوز اصلا، عارفه اتجوزوا فاكرهم كنت منهم. لما اتجوزوا بقى الرجاله دي بقوم اسعد برضو. تخيلوا لقوا انه حياتهم بقت احلى. دي حقيقه. زي خطيب كده. ايوه والله ده حقيقي. تقدرش تقول غير كده. طيب خلينا نقول لكم بقى شويه كده من النتائج اللي الدراسه عملتها بالارقام. الدراسه لقت انه 56.2% من الرجاله المتجوزين اكدوا ان هم سعداء للغايه، مقارنه بقى بقد ايه؟ ب 39.4% بس من الرجاله اللي من المتجوزين اللي قالوا ان هم لا اللي مش يو هقول لكم الدراسة. 56% من الرجالة المتجوزة قالت ان هي مبسوطة، مقارنة بايه؟ مقارنة ب 39% قالوا ان هم مش ان هم سناجل ومبسوطين. صح؟ صح صح صح، انا قلتها كده صح. فطبعا الرقم اللي متجوزين اكتر بكتير من رقم السناجل اللي مبسوطين. بالظبط. ويمكن السناجل دول لو جربوا الجواز برضه هيتبسطوا، هينضموا للرقم الاولاني. ده حقيقي. انا ممكن مثلا كان عندي مثلا فوبيا من الجواز، بس لما اتجوزت لقيت ان الموضوع لا استقرار وامان، فالموضوع بدا دلوقتي بقى ايه فعلا تحس ان لا الموضوع حلو. مش عارفه ليه مش مصدقك. الله ليه؟ عينيك فيها كلام مختلف. لا والله ابدا. عينيك فيها حزن. انت عايزه ايه مني؟ عايزه اروح بيتنا يا بنتي، عايزه اروح البيت لكلابي. طيب خلاص اروح لكلابي. خلاص يا خطيب. كمان الدراسه توصلت لحاجه تاني، وهي زياده السعاده بين المتجوزين مع الوقت. يعني مش بس ان احنا مجرد مش احنا هم بتتكلم بالتحديد عن الرجاله، مش بس الرجاله اول لما بتتجوز بتحس بسعاده، لا كل ما سنين الجواز بتزيد الرجاله بتتبسط اكتر. كدابين قوي الصراحه. انا عايز اقول ان ده كلام الدراسه. انا عايز اشوف راجل من اللي عملوا عليه الدراسه دي. انت عارف قعدوا يعملوا في الدراسه دي قد ايه؟ 17 سنه بيقول. 17 سنه يعني على كام واحد بقى؟ 5600 واحد. لا دي نسبه قليله بالنسبه للعالم يعني. انتوا اكيد اكيد رحتوا مصر حتى. يعني اكيد رحتوا بقى في حتت زي سويسرا، حاجات كده فيها برضو نسبه السعاده اسعد. سعاده اسعد. مش عايز اطلع معاك تاني. طيب يا جماعه يعني هنكمل لكم طبعا كلام الدراسه، بس حابين نقول لكم لو حابين ان انتم تشاركونا في الفقره اللطيفه دي وتقولوا لنا هل انتم شايفين انه فعلا الناس لما بتتجوز بتكون اسعد ولا لا، ولا انت لو سنجل فانت مبسوط بحياتك وبالنسبه لك فكره الجواز دي مش هي اللي هتسبب لك السعاده. انا مش عايزك تساليني ومش عايزك تقول لي حاجه. لو ممكن نطلع فاصل دلوقتي. انا مش هنطلع فاصل. مش هنطلع فاصل. هو لسه بدري على الفاصل يا استاذ كريم؟ ده لسه بدري قوي على الدراسه. لسه شويه. لسه حبه حلوين. اوكي. اتكلم بقى. طب اتكلم. نغني؟ ايه رايك نغني؟ لا. يلا يا خطيب احنا مش جايين نهزر. على ايه؟ على اتكلم إيه؟ في الدراسه. قول لي هل انت شايف انه بلاش انت انه البني ادم الراجل وهو سنجل بيكون اسعد من وهو متجوز ولا العكس؟ بصي هو كل حاجه ليها مميزاتها. حياه الوحده والعزوبيه ليها مميزات، والحياه الزوجيه ليها مميزات تانية خالص. تمام. فاحنا ما نقدرش نقول لا ده الحياه بتاعه العزوبيه دي كانت اجمل، او مثلا لما الواحد يكون عازب كان اجمل، لا او مثلا حياه الجواز كانت اجمل، لان كل فتره برضو انت بتبقي ليها متطلباتها ومتغيره. كمان ان الجواز السعيد طول الوقت ده مش موجود، ما اظنش ان هو موجود، لكن صح. لازم يكون في العادي بتاع البيوت، يعني فكره ان احنا سعداء طول الوقت زي ما بيبان في الصور. أيوة. وزي ما بيبان في الفيديوهات على الانستجرام، وان مقضيين حياتنا بس بنخرج ونسافر
ولا وكاننا مثلا ايه ورثنا مثلا ورث كبير قوي يعني وما ورناش حاجه نفكر فيها غير ان احنا ازاي بقى هننزل صور في اماكن جديده. انت عارف بمناسبه الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول، كان في ناس اعرفها وبرده من النوعيات اللي هم طول الوقت احنا بنحب بعض قوي وبنموت في بعض قوي وصور بقى كتير ومفاجآت كتير وفيديوهات كتير. لما الناس دي تعرفهم بقى من قريب تلاقي مثلا الزوجه تقول لك ده بيضربني او انه بتعرض لعنف او في خناق بشكل كبير او انه ده الموضوع كان خناقه هتوصل للطلاق او ان انا مثلا مش حابه ان انا اخلف منه، فاهم؟ فبتلاقي في تفاصيل، لا مشاكل مش حتى اللي موجوده في كل البيوت، لا بالزبط. دي مشاكل اكبر من اللي موجوده في كل البيوت بالزبط. ولكن للاسف احنا يمكن في الفتره الاخيره دي ناس كتير بقت مصدر رزقها هو السوشيال ميديا، هم بيعتمدوا على ان احنا نعمل فيديوز هتجيب مشاهدات، المشاهدات دي هتتحول لنا لفلوس بالزبط. فاحنا بقى بنعمل اي حاجه في سبيل الفلوس دي، حتى لو هطلع فيك، حتى لو هطلع ابين جزء كبير من حياتي الشخصيه، حتى لو هطلع اعمل اي حاجه ممكن تكون غير مقبوله عند ناس ثانيه، بس مش مشكله، المهم ده ايه مصدر اكل عيشي. بالظبط. خلينا طيب ناخد راي عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ شكرا عبد الرحمن. لا انا كده مش هرد تاني. هو تقريبا من الاربع اللي فات خطيب كل ما بيرد كل ده كذا مره رد على التليفون الناس تقفل كده في وشي. معلش ليه يا عبد الرحمن كده عملت لك ايه؟ ليه؟ طب نرجع للموضوع ده تاني كاني مش حاجه حصل. يلا ارجع للموضوع. فعلا زي ما انت بتقولي فكره ان احنا نبقى معرضين حياتنا طول الوقت للسوشيال ميديا ومحسسين كل اللي حوالينا ان احنا قد ايه سعداء وقد ايه الهدايا وقد ايه مفيش اي ضغوط مفيش اي مشاكل، ده بيبقى طبعا فكره مختلفه خالص عن الواقع. مفيش بيت ما فيهوش مشاكل، مفيش اتنين قاعدين مع بعض ما بيحصلش بينهم مشاكل، زي برده مفيش اتنين قاعدين مع بعض بيبقوا قاعدين في مشاكل بس، يعني مفيش حد بيختار ان هو يعمل مشاكل بس او يبقى عايش في حياه سعيده بس، لا الحياه بتبقى متزنه بالمشاكل والسعاده طول الوقت على حسب بقى الشخصيه اللي انت متجوزها. طبعا ممكن تلاقي طول الوقت ان انت بتعمل مشكله بس المشكله بتخش وقت طويل. عكس يعني برضه هو طريقه تفكير، يعني لما بيحصل مشكله مثلا ببقى عمال اقول طب هنفضل يعني لحد قد ايه مثلا زعلانين مع بعض؟ يوم، سنه، سنتين، ما احنا في الاخر هنتصالح وهنتكلم مش شرط بقى في الاخر هنتصالح يعني. لا يعني ليه افضل من خناقه مع حد سنه وسنتين وفي الاخر بالظبط. لا لو سنه وسنتين خلاص بقى هنساه. انا هنساه. انت ايه لازمتك في حياتي؟ ايوه لا هو بص يمكن الدراسه بتتكلم بالتحديد يعني عن الرجاله اللي هم بيكونوا حابين يكونوا اسره، يعني في حد مثلا ممكن يبقى حابب فكره ان انا معايا حد طول الوقت هو بيشاركني الحاجات اللي بمر بيها، بيفرح معايا، لو متضايق بلاقي حد احكي له وافضفض له، لو جبت بيبي مثلا ففكره ان انا كونت اسره وعيله وانا اللي مسؤول عنهم، وان انت تلاقي حد معاك في البيت وحد بيجري عليك، يعني التفاصيل كلها بتاعه الجواز اللي يمكن احنا اغلبنا بنقعد نتكلم يا ده الجواز ده نكد والله، يا كان فين دماغي قبل ما اتجوز. يعني هو فيها جزء صح. بس الحياه فعلا كلها مش كده زي ما كان بيقول خطيب، ولا كل يوم احنا سمنه على عسل، ولا كل يوم بنبقى بنضرب بعض بالحاجات بقى. فيمكن في ناس كتير بتكون متحمسه لفكره الجواز من المنطلق ده، ويمكن في ناس برضو بيجي لها زي صدمه كده لما بتتجوز وتلاقي انه الحياه مش بس كده. يعني انا كنت داخل بقى وفاكر ان احنا ايه زي الصور اللي كده بتنزل بالزبط. على الفيسبوك عن حد في بعض بالمخدات الريش طلع في طبيخ ومواعين هنقف نقلي البطاطس سوا وبتاع. ما في فيش فيش لا في في بجد؟ ايوه ما انا بقى عندكم هنا في اكتوبر؟ في التجمع ما اتلغيت اتلغى. لا بس يعني انا مثلا بحب اقف اطبخ دايما في البيت وبحب اساعد والكلام ده كله. انت جدع والله يا خطيب. ما انا بقول لك بقى هو الموضوع على حسب انت شريك حياتك هيبقى عامل ازاي وحياتك عايزه تعمليها ازاي وعايزه تكمليها ازاي. انت ليه بتبصي لي كده؟ لا ولا حاجه بسمعني.